ألحقوا 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 يلي طبيتوا. أسمعوا يلا خلاص باقي شيء ولا إيش باقي ننزل؟ سالفوا مع مناحي مناحي سلم مناحي دقيقة بس الله يطول عمرك. سلم مع مناحي ننزل. خلني خلاص شوف. السلام عليكم. مساكم الله بالخير. شوي بنشوفونا زين بس دقيقة. سلم يقطع عم يقطع. يقطع. الله يبقيكم ويجمل حالكم. يقطع ولا كويس؟ ايش بكم من اندومي؟ والله يا اخوان بعلمكم الصراحة. والله يقطع صراحة، الشبكة عندي ما شاء الله. جينا نبي نسوي اندومي بس ما في اي شيء. تعال شرنا دافور وشرنا طاوة وشرنا وين المهم كلها ب 259. يلا. الاغراض كلها ب 259 عشان اندومي ب 6 ريال. لو شاري ربع تيس والله انها بركنا. هذا وش؟ اللهم امين وجرب يطول عمرك. هذا وش؟ وش هو؟ هذا ابوكم امي ذا ولا؟ لا صح هذا حق الغاز. دقيقة. هلا وغلا. كل ذا عشان دومي؟ والله ما سكت. كرتون ايش؟ لا لا جيب لنا اربع حبات ولا ست. منو يحتاجين عشان اللي ضال؟ انت ابو ام الجني ابو فانوس. لا والله انت ابو ام الجني الازرق. تسدد فيها مخا اقسم بالله. اول شيء الله يحييكم تكبيس شدوا حيلكم. اتمنى صراحه ان اليوم ونسناكم، هذا اللي اتمناه. من بداية ما سنبنا وبثينا مع مناحي إلى الحين. أي والله أنت أبو من الجني الأزرق. الجني ينحش منا يا ابن الحلال. أقسم بالله. عموما أندومي 259 ريال. قد صارت؟ ما قد صارت. ما قد صارت طبعا. يلي هويتك ليل. ها؟ افتح الشبكة. اقسم بالله العلي العظيم يوم اقابل الناس يسلمون علي لا احنا نكسر. انتوا ايش تبون؟ ناحي وين تدلس قلبي؟ الله لا يوفقك. انا ايش جابه في الاندومي؟ يا ابن الحلال اسمع تعالي قلبي هنا. انت ما تبعد. ها؟ ما تبعد. ايه. انت تبعد حتى انت. كلهم سواسوا. لا تمزح. خلهم جميعي جنب بعض. مع نفسك. قسم بالله خلهم كذا. لا والله يجي صدى اقسم بالله اليوم سوينا انا وسيف خربة. خلنا خربة. لا هذا انت طالع لحالك. قال لك انت كذا وما كذا عشان انت تطلع وانا اطلع تطلع هنا اطلع هنا كذا بس وين دقيقه المهم خل مني المهم دوك ابو سلطان وش فيه ليه ابو سلطان اكيد اصبر اصبر قبل كل شيء عطنا ولاعه وين السياره ما لقيتها ما لقيتها لا والله ما لقيتها في السياره الله يبقيك وجمع حالي ويني رح جبها يعلق ولا مضبوط بغى ينكب سالم ايش فكني جت اجي شاحن
كذا مزبوط؟ اصبر يا ابن الحلال قبل مزبوط وانا الشبكة فتحت قلبي. دقيقة تعال. هذه هي؟ ايه. كم؟ يا عيال شعور غريب سبحان الله، الناس تجي وتسلم عليك وسالم ومدري ايش، واللي يقول يلا اكبر. انتو يلا اكبر ترى ما ادري بسالفته والله ما ادري بسالفته. تدري ما ادري الا اليوم يوم شاف الناس كلهم يلا اكبر يلا اكبر، قال يا ولد يلا اكبر ايش علمه؟ قلت خلى على لا الله. اللي يقول قفل البث، والله العظيم ودي ان البث واحد بس انهم يقولون افتح بث. قلنا يلا عشان كله يفتح من عندك. خلاص انا بقفل قلبي. لا لا تقفل كله. خل كل انت بعد افتح بث يا سلطان. افتح بث بعد كلنا. طيب. انا وسالم كلنا فاتحين بث. عموما زبدة الهرج. معلق بثك يا ملاح. كيف دريته انه معلق؟ كيف دريته؟ لا زبدة الهرج. معلق ولا كويس البث؟ وين ال لا اله الا الله. وين جبتها منها؟ حصلتها؟ كذا كذا. اخر شوي. تعال هنا نبي نحطه في نحطه في هنا؟ ايه. بس اخاف يحرق الارضية. الما وينه؟ هنا الموجود. زبدة الهرج. نيشان. وش كم واحد احط؟ ما ادري كم حطيت اندومي. هو شغال. انت كم حطيت اندومي؟ ثلاثة ولا كم؟ ابو سلطان وين؟ ابو سلطان راح ويا مايدر الرسلاني. المهم زبدة الهرج يا عيال شعور غريب صراحة ما اقدر اوصفه لكم. بس انه يونس. يونسس مرة اناسه. هذا الفلفل ذا تبيه ولا منعنع منه؟ ما احبه. لا خلاص لا تحط. والله؟ اي والله. قسم بالله يبا حط مويه بيحترق الدوب ان شاء الله. نسيت الماء شغلنا. اي والله بس انا حط ماء صدق. واحد يكفي. الله واحد اي اسمع خليني اقرا اللي اشوف انت سوى. انا بقرا اللي عندك واللي عندي. منوح ليه عصبت عليك المنظمه عشانهم يصوروني وانا عند الباب يقولون امشي وخليني اقرا اللي عندي. نسانا والله نحط ماء اسفين والله. ايش رايك يا سلطان؟ يا مرحبا الله يحييك ومرحبا انت رحيب المطر اللي عندي واللي عند سالم. كبسوا يلا. ايوه كبسوا بعد وبيض الله وجهكم اللي تدعمون. اسمع خوش تحدي وياك. تحدي انا وياك؟ تحدي؟ دخل تحدي انا ما اعرف زين. دخل تحدي. اضغطه كيف؟ ما اعرف له حتى انا. كيف تحدي يا اخوان؟ تحدي والتحدي بلا شجعان. كيف اضغط التحدي؟ ما فيها محنيه ولا حبه خشم ولا يا ابن الحلال دخلنا جولة الحين. ماني معارف يا قلبي. أسألك بالله. والله إني ماني معارف في البرنامج. كيف أنا ندخل جولة؟ أرحبوا ثم أرحبوا ثم أرحبوا. أنا ابتلشنا والله بس عاد كيف ندخل؟ يلا يلا يلا. الله يبقى سر قبولك. الله يطول أعماركم. بيجي صدى لا بعيد من بعضه. دقيقة. لا. ما اعرف والله صار. اعرف. الله يسلط عليك. الله لا يوفق العقل. ايش اسوي طيب؟ هذا وش هو كثير كذا ايش اسوي؟ طافي الغاز. لا. اي والله طافي مو صبح اصبر لا يقبع علينا. يلا. الغاز كمل. اصبح. الغاز كمل اصبر. لا تمل. والله انه فاضي. اسالك بالله كم شريته؟ 70. لا والله اصبر ابغى اشوف شيء ولا يقول فيس. يقول فيس ولا لا؟ والله ما في. والله ما في فيس. الغاز يبا يمكن انت باخذه فاضي لازم تعبيه. لا جديد والله يا ولد شريه ب 70 ريال 75 مفروض انه فل. تعبيه حتى تعبير اصلا عادي عادي. من اللي قال نبغى ندومي؟ موجود حطه في السياره. احرقني. يضحك موجود حطه في السياره. عطنا يلا اندومي على الجمر. ما لله والله ابشر بالسعد. ليش خلصت من نوع احرقت. يا مرحبا والله كمل سالم حط الكام على مناحي.
قلبي يا سالم خل كمل والله والله يا ولد قسم بالله فيه والله فيه. طيب ليه ما يشتغل؟ امسك يا طيب سكر سكر ذا زين. دقيقة دقيقة انت يا ولد دايما تجي علينا. لا احسن اشوف 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 احرقك هنا. اي والله احسن تستاهل خلك سبحان الله توي في عقارب هنا والله. لا تجي عقرب لنا شويه مع الاندومي والله. عاد صدق في ناس ياكلونها. وش العقارب؟ إيه؟ والله ما ادري حي جايزه والله ماني بنعتمين ولا نبي. لا انا ما ادري عن شيء والله ما شباب اكل عقارب جايز صدق على الطاري. ايه والله والله يا ربي توي تشمت فيني سبحان الله. يا ولد انا عاد نبي نركب ذا. طيب كيف نركب الحين صدق؟ كذا ما نلقى سالم كده. سالم كيتس يقول ايها ملاحي ما عندي الجوال واخذ بقفل البث. سالم كم عمرك؟ سالم سو قلب. عيال ابو سلطان ما عندهم مدرسه من ملاحي مبروك ال 20 كي. مبروك ال 20 كي الله يبارك فيكم يطول اعماركم. بس كيف الركبه هذه؟ خلاص امسك انا برد برد امسك امسك ركب بارد بارد انا بمسك انا ماسك انا بارد انا امسك هذا يلا ركب جيب على هذه. سالم بيد سالم يعني تقول في طقاق في الغاز كيف نطقطق هي ما هي على كيف طقاق في الغاز ما ادري يا اخوان هذا مليان وهذا حار الحين عاد كيف يبرد عشان هفه هفه صب عليه ما هفه صب عليه ما لا هفه هفه لا هفك على ذنك الحين. سالم نبدا عيال ابو سلطان من ما في الا سلطان هنا وتروك راح مع ابوه. تروك راح لا اسمه عبود راح مع ابوه وتروك بعد راح مع خويه. كيف ابو سلطان في يقولون في طقطاق وندي يلا شوف في شيء تحت. سام شغل اصبر زانة زانة تبشركم يلا يبا لا لا زي وش الحديد ذا عشان يجاركم يبا زي الحديد عشان تحكم ذا ايه اصبر يشتغل من جهة وجهة لا كفو وين ندور يبا ما تحطينا افضل ابشر بالاندومي لا 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 يا زينته بس نسيت الملعقه ما انا جبت ملعق ويني شوف الشنطه لا اتوقع انها هناك عند الباب شوف عند الباب اما خاب ظني ما حد بلا ضبطها ابشر بالسعد ناحي ما فيه مزحنا عاد لا لا ف وش هو ذا ليه ليه يجي وش السبب اسمعوا انا بقفل البث وكلكم تعالوا عند الناحي خلاص انا بقفل كلنا ليه؟ عشان ما يكلوا مع اندومي قهر ما بنسوي اندومي توكل على الله. لا لا ليش لا ليش لا لا خلهم على راحتهم ليش لا سالم لا تقفل لا وش لا تقفل لا هم يبون يا اخي على راحتنا ايش فيك انت لا تقفل كيف براحتك خل على اللي يريح اهم شيء تكبيس وشير ولايك وديسلايك هنا ريح حريق يا ما في ماء حطيت حطيت في لي حريق بس وين ما ادري ها في كافي في ورق في ورق كرتون احترق ايوه يا ولد حطيت ماء بس في 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 شلها كان مالك شوف الشنطة ولا شوف شيء ما أدري ليش رايحين
يا رب يدخل ابو سلطان. بس ابو سلطان مع ماجد الرسلاني ما يدرون انه وقفنا على جنب وقعدنا زي الاندومي، ترى والله ماني عارف اقرا منه ولا منه، بس والله العظيم انها حرقني وملهسني اقسم بالله العظيم. الله لا يوفق الشيطان. سالم عجل بالملعقه قصر على الغال. اي والله ترى مطول عليه. بيض الله وجهك اللي تدعم من اللي يدعم هذا. الله يبيض وجهك النون والغلاء وجيش العاطلين وفاطمة وتوك ودي أنا ريح وحريق. ما في خبر وشو؟ ما في ملعقة؟ يجلس كذا؟ الدبة ما في ملعقة؟ لا ما لقينا يا أخوان سأل الملعقة. بس كيف كيف يا أخي إنا جايبينها معنا اليوم؟ بيض الله وجيهكم. سالم عيا انت ما لقيتها يا ولد. شكل ابو سلطان خذاها. ابو سلطان خذاها يلعبها يعني في الحفل ولا كيف؟ بس يمكن يبغى يسوي اندومي حتى هو. شكل ابو حتى تجول هذا شكل ابو سلطان خذاها تصدقون؟ والله سالم جاب ايوه انا جبت ملعقه بس ما ادري وين راح. شكل ابو سلطان خذاها. متاكد في مويه ولا قاعد يحترق؟ ما ادري والله صراحه. شوف شوف حالك بالدبه ولا انا اي شيء. سالم انتبه خطير تحطه يمكن سالم ضيعت الاغراض. ما هو بنا انا حطيت الملعقه في السياره عاد سريبه تضيع ادري عنها. يا عيال يمكن ابو سلطان خذاها يبغى يسوي فيها اندومي حتى هو، لان اليوم قلت تبغى نسوي لك اندومي يعني سكت، فاتوقع ان السكوت علامه الرضا. ها لقيت بيضة وجهك. ولقيتها ولقيتها عاش. ايوه عاش عاش ولقيتها. لقيتها يا ما دورتها زين. ما دورتها زين. وش تخلي انا حتى سلطان دور ما القاها. عطنا ما عطنا ما حطيت حطيت نغسل ولا ما يحتاج؟ حطيت هنا قل غسل ما. وش ذا؟ لا 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 اصبر اصبر انت المفروض اغسل عبوك 7 مرات. هتت خلاص نظيفة. لا يا أخي عقب يدك مبرودة حتى البحر ما ينظفها. أقروا أذكاركم. قرناها قرناها والله الحمد لله. واحد منكم يقفل. كيف كذا؟ أيوة يا ساتر. يبا حط موية عشان ما يحترق. عشان سوا. أكثر أنت لا لا والله. يبا انا اقول لك خلينا نحطها في القدر. تقول لا انا ابغى طاوة. ما وش تراني قلت الله من حركاتك يا ابن الحلال مليتني. يلا لا يوفق شو اسوي. يلا امسك خلينا ما تعرف انت كم حاط؟ 7 انت حاط 2 لي ولك 4 لي ما ادري والله كم حطيت. باقي فيما ولا انا كيف ادري فيما ولا لا؟ ما شوف فيما ولا لا فيما يقول ما افتح بس عصيدة. والله يا اخوان صراحة اندومي بر 259 ريال مدري 57. دقيقة دقيقة بس خليني بجيب بس الماء. مش تبع ما بس الله لا يعيدك. ما طيب اجيبها لك انا بجيبها لك انا بجيبها لك انا طيب اجيب ما اجيب ماء. الله ما خسك. قول ما بجيب انا طيب. وش دراني؟ انت حطيت ملح؟ حطيت. واجد ولا شوي؟ شوي. كم شوي؟ انا حطيت في الجهه دي شوي في الجهه دي واجد. اسمعي قلت شش ايوه معناته في ماي معناته لا معناته ما في ماء تونا حاطين ماء. لا يا رجل والله ما في. اي أيوة والله الله عيال اقسم بالله بتجي حميسه تندومي. وش في؟ ابي اشوف الغاز طويل ولا قصير؟ لا قصير. مرحبا مرحبا يا رجال. صور معنا لبك. نبي شاهي بعد شاهي عندومي يلا انت بس خل اندومي ينجح بعدين في صحن يبغى افتح بس حتى انت سلطان تعبد عادي خل يفتحون كذا ما لا ما يا ابن يا ابن الحلال تقول له هنا امسك والله لا تطيح حبه لا اجد خلاص يضبط يلا يلا حرك زين حرك زين خل اندومي اصبر وين المويه قال خلاص خلاص عطيتها يبغى له شوي
خلاص عزام. لا يلا حرك حرك حرك. انت بيني اطرح انا ما بطاري. لا هذه حميسه اندومي. ما طاح شيء، هو يبي يطيح بس ما طاح. ما بيطيح بيطيح. لا ما طاح. ايش بيطيح؟ ما طاح. بيطيح. ما طاحش. طاح طيحي طاح ما طاحش. طاح طاح. طيحي طيحي. انت هدوري انت يلا. كمل. كملت. كمل انت لا انت الوقت. لين يجهل. حرق ورقم قص. حرق ورقم قص. حرق ورقم قص. كمل. هنا اتوقع في معجون ناس ايش اسمه؟ وين؟ لفنا. زان ابن حلال انت بالي زان صد والله يبال شوي. لا والله يبال شوي اليابس. هلا نحطه برا. لا يا ابن حلال تحط ماء. خلاص زان والله يبال شوي. يب شديك. لا تحط ماء. شديك اللي زايد. وش اللي في زايد؟ دي البيضاء اللي في زايد ما ناكلها عادي. خلاص زان زان ايه؟ طيب ابعد عني. امسك امسك. ما كيف امسك؟ ها؟ يبا يجيب الشاهي. يعطر الشاهي عشان اسوي شاهي. لا يا رجال ما عندنا مسوي شاهي بناكل ذا الاندومي ولا اجيب شاهي. يلا. انت مع من نوحي. ابي انت. ها؟ بغى يحرقك. تحترق الفرشه. طيب انا بس جاهز الاندومي. جهز الاندومي جهز الاندومي جهز الاندومي ولا جهز الاندومي جهز الاندومي جهز الاندومي عاش 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 يا الاندومي جهز الاندومي عاش. الله لا يوفقك. احرقت فرشه. لا ما تنحرق. شوف صار له شيء. اصبر. اجلتك. طيب ليه؟ عشانك دا تسيح بس اصلا انا من تحت بارد. ما في شاي. قول عليك المس زين. يبا شاي وينك؟ ما لقيت. ما لقيت شاهي. خلاص قصك عزبه وراه. في عزبه؟ لا ما يحتاج شاي. خذها ابو سلطان. خذها ابو سلطان. اي شيء ما تلقاه اعرف انه خذها ابو سلطان. شو يقولون ذا؟ ايه حطوا بلدي وقحت سلطان عيون. يا عيال من جاد المعجون؟ ورم ورم. شوفوا سلامات. سلطان اخر النور الله يسلمك. داري عشان اسوي ذا الاندومي حق البر عشان نونسكم وتستانسون. واستانس انا وياكم. اناسه. خليني اذوق الاندومي. وش في ذي يابسه كذا؟ شوف. شوف الاندومي حي. يا وش فيك؟ ما بحلو؟ والله يملع ملاحي يمنع انت انجلت. لو ما بحلو. انا اعلم. انت اللي مسويها. اعلم ان ما ما نجح. والله انا دائما اسوي اندومي ولا والله لا يوفقك. يا اخوان يعني ما شاء الله تبارك الرحمن العدد كثير والتكبيس قليل. ليش؟ ابي ادري ليش يا اخوان. ليه؟ والله ان ما نجح. والله انا علمتك قسما بالله ان التكلفه انها 259 قيمه ربع تيس. شد اندومي. اي والله اخرتها طلع شكشوكه مو بندومي. الله يبيض وجهك النوم ويطول عمرك. والله اخرتها طلع شكشوكه. اي ارحبي ثم ارحبي ثم ارحبي يا ديما بيض الله وجهك. الله يعافيك. والله لو سوينا بيض اقسم بالله لو سوينا بيض انهبرك. بيض الله وجهك يا ديما. كيف رجعه؟ كيف طعمه ملح؟ ارحب يا ديما. ليه ما ياكل سلطان؟ سلطان ليه ما تاكل سلطان؟ يبي يضعف. يقول ابي يضعف. يقول ما في. يبي يضعف.
هو شوف يصرفنا يقول ابي اضعف. يبي الاندومي ما ينوكل. ولا هو يبي ما يبغى يضعف. اكلوها انتم ان شاء الله بودك المستشفى. اهم شيء تعرف تسوق وتودينا. السؤال يعني في محطه قدام. ايش تبغى؟ تبغى تصير بعد 259 بيض؟ لا اعرفك. الا نبغى ابو فيا. والله تسالي؟ الله يا اخو نبغى ابو فيا قسم بالله. ايش الله يعز النعمة يا ربي لك الحمد. الحمد لله الحمد لله شيء احسن من لا شيء يا ربي. والله اني باكل من ذي النعمة اللي سويناها يا ربي لك الحمد. الحمد لله احنا دو عيال احنا نسوي بصايا. اوف لو في صايا شيء لذيذ. ما معجون الطماط اللي حطيت كثرته. ابك معجون الطماط ما انطبخ زين. معجون الطماط ربعه هنا وربعه في والنص الباقي ذوبي. ما تكثرت هنا. الله يعز النعمة. قسما بالله الله يبيض وجهكم من التعامل لبولها قلوبكم. رجعوه وزيدوه مويه. ثوبه ياكل معاهم. خلي عبد الله يحبك. مرحبا ثم مرحبا ثم مرحبا. ترحب المطر يا ابو سعيد. الله يبقيك. لا مو بل. وشو؟ هذا خالي. انا وخالك شو؟ والله العظيم انا صراحه اقسم بالله العظيم انا بلشه. والله انا بلشه. اسمعوا من اللي كان اليوم موجود في هذا؟ ايش دخل؟ في الخبير. ايش اسمه؟ ايش؟ خبير الخبرة. الخبرة الخبرة الخبير. اقسم بالله يا الخبرة يا جو جو الله يبيض وجهكم صراحة. الله يبيض وجهكم يعطيكم الف عافية. شكرا لكم من القلب. وكشن على هذا الوجه. كشن عليك انت. كشن عليك انت. لا تجيب معجون الطماطم ما تخلي الاندوم يجهز زين. انت اللي خربت علي. انت انا خربت عليك. ولو انا اللي مسويه والله ما يجي كذا. انا وش خلاني اطاوعك وتشتري اندومي 259 عشان تستانس انت؟ الله لا يوفق العدو. من ناحية خلنا نعلمك كيف تسوي اندومي. يلا يلا اللي بيسوي اندومي جديد يا شيخ. خلني اكل انا هذا اللي لا الاندومي دام 259 ما احب تاكله. ما عجبك انت حط اربعه. ما عجبك حط اربعه انت. بناكل وبنعطي سلطان. اطبخوها كويس لا تسممون. والله سلطان يشوق. نحمد الله ونشكره سلطان يشوق. يا ربي لك الحمد. الله وش اقرب مستشفى هنا؟ والله ما ادري. يا ربي لك سعيد اخوك وشكرا. سالم سعيد الغامدي ما ولد خالتي. كذاب الا ولد خالتك. لا لا اوش سالم سعيد او ما ولد خالتي اوش مقدم. كذاب. لا تحب لا تهمني. تغمز عينك يا يمي. كذاب ولد خالته. ما كذاب الا يقرب له. لا تصدقونه من ناحيه كذاب. تفك الدوسري يا اخوي عشان كذا انا في البرنامج مبسوطين. ايه انا اعلم بس لا اي والله اقسم بالله انت يعني يقربون لك الاداره. انا ما حد يقرب يا شيخ. نسال ابو عبد الاله. عبد الاله ايش علمه؟ عرقات وشو؟ ترى عيال من ناحيه لا تصدقونه في شيء يا رجل. سالم خلي دارة تقرب له كل دارة. يا رجل القناة ساكنة معهم في البيت خلي عاد الإدارة تقرب له. الاندومي لذيذ جدا مرة. ايه والله لا يكذب لا علم عليه. ما خلاص ايش رايك نعلم كيف سوينا اندومي؟ ايش رايك نعلم على بعض؟ لا لا احد يعلم على الثاني صراحه. ايش رايك نعلم اننا ننحاش؟ لا لا اكون معكم صريحين. يومني في القناه انا وياه ترى كل عقب صلاه اذا انتهى البث ترى ننحاش. ترى ننحاش ناس من القناه اذا انتهى البث. لا الصدق 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 ينقال. اي يوم طلعت الحين. اي طلعنا خلاص. يوم طلعنا الحين لا بنكب العفش. كنا نهرب ونروح ولا نفقر. وريجيل ما مثل غيرنا يروح يقترب 10,000 ريال. نروح نعود ما حد ندرى. ولا حد يدري. إيه. وين نطلع معه؟ مع مراجل. مع مراجل نروح نسعى 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 لين البوابه نقزل. لا تحرمون انفسكم من التصويت. لا ما تحرمون. لا نحرم انفسنا من ايش؟ من شو؟ ولا حد كان يقفطنا ما مثل غيرنا. ما احد ما طرحونا. نحن ترى نشكر النذيابه. ايه
كان نحط المخاد في فيرشنا عشان يقول انه مرقود. نحط المخاد ونلحفها على اساس انه مرقود. لا احد يدري. يجون رجال. يجون يقول اي لا مناحي نايم وسالم نايم. ايه سالم سو قلب. وشو ذا؟ ما اتوقع انها معده. ايش تسوي انت؟ يقولون سو قلب. تعش تعرف زي قلب انت؟ ايه قاعد اشوف. يلا يد واحده ولا يدين؟ يدين. هذا نص باقي النص عليك. هذا وش؟ نص قلب. قلبي هذه كليه. نص قلب باقي. هذه كليه ما يقدر. تسوي النص الثاني عشان ما يصير. هذه كليه. جيب يدك. ها اصبر اقلب كذا انت. يا اقلب. اقلب. هذه اليسرى. طيب خلاص اليمنى. لا كيف تجي كذا؟ تجيب كذا. اصبر خليني اشوف. ايه حلو. لا خل هذه كذا. هل هذه كذا؟ هذه قول كذا. قول كذا. لا تمسكني بس اطلق على اذني. يلا كذا امسك كذا بصبع. قول كذا بصبع. كذا شفت كذا. قلب. زين خلينا نقرب. وش ذا؟ هذا والله ما بقلب ذا. وش شيء قلب كذا؟ خلاص كذا كذا. يدك خربانة. والله إنها يدك الخربانة. ما زانت. والله ودنا نتجمل ونحط قلب بس ما زانت. والله ما ضبط. للأسف الشديد إن آسفين. والله ما ضبط. ثم والله شوفهم كاتبين من لي بنجم الجمهور. إني دخلت ما أبغى أي مركز. كذاب في وجهك. والذي انزل القران على محمد اني فلا ابغى اي مكان. كذاب في وجهك يقول انا بنجم الجمهور. والله كذاب نجم الجمهور اللي اتمنى لا لا انت بالرياليتي. اتمنى شوف الاسبوع اللي فات. ايوه ايه اقول لك صدق. ايه قلت خلاص الرياليتي باذن الله. ما تبي الا يوم طلعت. أه؟ ولا يوم اللي موجود. يوم اللي موجود ماني متعديك ارحم. لا لا ما تقدر اصلا اسطرك على ادنى. والله لا اصلا ادنى. كذاب كذاب. يوم اللي موجود ما تقدر انت وجهك. انت مبسوط يوم طلع مناحي. ايه بعد اسعى. ايه مبسوط خلاص مناحي طلع. انا رياليتي قدامي. ايه لكن خسي. ما خسي الا شارب. انا قال متى بطلعوا برايم. حسد لك عشان ما تاخذ. لا حول ولا قوه الا بالله. يا الربع كبس وكبس. عيال بزلكم من اللي يسوي كذا؟ لا لا اللي يقول حرام. من اللي يسوي كذا اذا جيت الكاميرا؟ دقيقه دقيقه. اللي يقول حرام سالم حزين طلع. ترى والله اني امزح انا وسالم. عيال ترى انا ومناحي دعوه مزح كلها. خلاص قبح الله وجهك. قبح الله وخشمك. ايش هذا؟ مني ما تحيد. صاير انت تاكل ما تدري ان ابو سلطان عطى على واحد 4000 ريال. 4000 نقطة. 4000 نقطة. اه 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 شوف بيني وبينك والله ما جمع الا وفق. اي والله. اي والله اقسم بالله القناة هنا عانت الامرين. اي والله بهذه الوجوه القبيحة. بقبحك الله في إذنك. هذا الوجه القبيح ولا أنا وجه جميل؟ عارف أنا وجه جميل. دعك تسل. دعك تسل. مناحي أبو سلطان فتح بث. سلطان فتح بث؟ يا أخوي ترى ما كنا نهرب. نمزح. إلا نهرب. إلا نهرب. أنت طالع برايم وأنا طالع برايم. ليش نكذب؟ صدق بس نخاف منه. وش نخاف منه؟ نعم. كنا نهرب. نعم ننبسط ونهرب. ونرجع ولا أحد يكشفنا. نحن ولا أحد يكشفنا ديابة. نعم. ما لنا مثل بعض الناس. إيه بعشرة الله. طرحوا عشرة. لا بلاش بلاش. ناصر على البريك. ابو سلطان باد. ان شاء الله. كيف ندخل معه؟ كيف ندخل معه هنا؟ هنا جيبوا لنا ابو سلطان. نبي ندخل معه جوله. كيف؟ يا اخوان كيف ندخل معه جوله؟ كيف ندخل؟ كيف؟ سالم تعرف؟ لا والله ما اعرف. خبر دي البدايه بس ما ادري كيف نضيف الشخص. وين ابو سلطان؟ ايوه ما يجي. ما ادري كيف نجيبه. دقيقة مشرفين تقدرون تدعونه؟ يا
يلا 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 ما بقى على الميت ألف شيء. الله يحيي. دقيقة. أبو سلطان شوف بث مناحي، شوف بث مناحي. النبي وينه هو؟ كيف ندخل؟ يا أخوان علموني بالله تكفون. أسمع خليه يدخل، إن كان قريب يقلط. سلطان تعرف؟ الضيف؟ أنا ما تعرف؟ دعوته الله يسعد الوجه. سويت له دعوه وكلكم الله ما تقصرون، كلكم الله يسعد الوجه، كلكم يا اللي في البيت. ارحب سلطان. ارحب ابو سلطان. ارحب يا ابو سلطان. اهلا وسهلا. انت الحين متى ماسكين الخط؟ اسمعوا، لا ما مسكنا الخط، فكينا. هو اللي رايح من كيف تجون عند مناحي؟ ليش تعشون ولا ايش تسوون؟ والله جوعين يا ابو سلطان. ابو سلطان سوينا اندومي ب 259 ريال. ايش؟ كيف ادعي جولة؟ ابو سلطان تعرف كيف ندخل جولة انا وياك؟ والله اني ما منعرف. ارحب يا ابو، ارحب يا ابو فهد. ارحب. الله حيه. الله يبقيك ويجمل حالك. خليه يقبل. اقبل اقبل. اقسم بالله لحاكمك ابو فهد. ايش تحكي يا ابني؟ يعني ايش دخلك ولا اخوك؟ العينه ها؟ انا اوريك ابو فهد. ابي امن الله ذا. بعدين شلون تحكمنا؟ ان عندنا دعم ترى. انا نوريك، انا الدعم عندي انا هنا. اسمع. اذا فزنا عليكم. ايه. اذا فزنا ايش؟ إذا فزنا عليكم. إيه. الحكم واحد، تشوف الأندوم اللي قدامك. إيه. تحطه بصحن. إيه. وتعطيه عامل المحطة وتمشي بدون لا تأكل. بس بيموت. تم. وإذا فزنا أنا عليكم. أنا بشتري قهوة الحين. لا، إذا فزنا عليكم اسمع. أبو فهد، أبو فهد. اسمع، إذا فزنا عليكم. اسمع أنا. ما حد يركب مع أبو سلطان قدام. زين. خلوا ابو سلطان بالحاله قدام. خلاص يا جيم، خلاص يا شباب كلكم. شو رايك تم؟ لا تقفل دقائق. ايش لا تقفل دقائق؟ تم بنص. خلاص المشكله حتى جوالي عاد يطفى. بيض الله وجهكم يا داعمين. نبي ابو سلطان بالحاله في السياره قدام. والله جوالي نبيه يقول اشتقت المناحي. صدق شرب وتكفون. يلا احكمك يا زميل الاعلامي. وانت كبسوا بس كبسوا والدعم. يلا يا شباب يلا يلا. عين عين. انت اقرا انت ولا شو وضعك؟ عين عين سحر سحر. هذا هو داعم، افضل داعم عندنا. احسبك تقرا. الدبل الدبل يا شباب. الدبل الدبل تكفون يا شباب. الدبل الدبل وين؟ انا اللي تحت كذا. كبسوا يا شباب. اي كبسوا كبسوا على الشاشه على الشاشه. كبسوا كبسوا. اطلع قول كبسوا. حيكم حيكم. اي الدبل 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 سلطان بالكبس. حيكم حيكم. اشكرك يا سلطان عبود. هذا سلطان هنا. عندك سلطان ولا ما عندك؟ فزنا. انا اوريك شوي بس يا رجال اصبر. حيك هي اللي ذي الادب. عين يا عين. بيضا وجهك يا عين. لا شوي اصبر. بيضا وجهك يا عين. بيضا وجهك هو اصبر. حيك عين والشباب كلهم داعمين. عين كان داعم لنا. وش جاب عندكم؟ حيك يا عين حيك. انتوا تضربون داعمين حقين الله لا يوقف العدو. لانك انت ما هذا داعمنا. ليش تاخذون؟ ايش يقول؟ داعمين وتقدر. كل ما تقدر داعمين. عين عين يا عين. حي عينك يا عين. بيض الله وجهك. اوريك ان شاء الله الشغل. بيض الله وجهك. داعمين راحوا لهم الله لا يوفق العدو. داعمين حقين. يا ربع جدك جده. اخر جوله بتنفذ الحكم بتنفذ. كفو كفو. عين عين بس بيض الله وجهه والداعمين كله. لبوا والله قلبك يا عزيزه ومشاعل. كفو. عين عين. اقر اقر اقر. انا اوريك عين عين. عين انت بتشوفها انت عين. كفو لبوا الله. حيك عين حيك. عزيزه قسم بالله انك كفو يا عزيزه ومشاعل وسجايا. عين مطران. ايه ولام وبلوم. بيض الله وجهك يا جواهر. لا هذه بنت. بيض الله وجهك. عز الله يعزكم قسم بالله انكم كفو. اسم دريس. لبيت. حمد اول شيء.
ازهل 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 واحد ينزل شيك اقسم لا والله قلوبكم يا داعمين قسما بالله انكم كفو اي بيض له وجهك عين يا بيض والله قلبك يا عزيزه ولب والله قلبك يا بيض له وجهك يا شاعر وسجايا والغلا ولا مو كلكم والله ويا اللي تكبسون بيض الله حيكم يا ربع ترى هذه الفاصله اي فاصله ان شاء الله تعمل فاصله باذن الله جالس ورا عشان تشوف انت مبسوط قال عين قول لهم عين 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 حسد 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 عين 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 بيض الله وجهك يلا يا شباب يلا نقفل عليه ما يمشي قلبك ارحبوا بيض الله وجهك تكون يا عيال نبي نخلط هذا نبي لا ما في هذه ما في هذه لا تشوف كان ناسي الواجب لا ما عليك انت بتشوف انا اوريك حيك حيك هذا اللي يدعمك الحين حيك يا عيال اسد 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 هذه يا اسد بعد أنا والله العظيم على كلامك هذا حتى ما يجيك بس بنفوش بنفوش ما في اسد هنا ادعم على مش عارف شدوا يا ربع شدوا حيك يا ولد ولا لا 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 بنفوش بنفوش هذا وشو يبغى شدوا ترى جينا باخر الوقت شدوا يا ربع لا يجحفلونكم شدوا شدوا يا ربع شدوا دعمين منهم مش منهم كلهم عين عين بطران عين حيك اذا اللي يدعم بعده بيض الله وجهك شو اسمه بيض الله وجهك بيض الله وجهك بيض الله وجهك الداعمين كلهم هذا اخر الوقت صح؟ اي اخر الوقت يبي لنا اخر الوقت تكفون شدوا لا يجحفلونا تكفون تكفون جحفل تكفون يا شباب جحفل شدوا لا ما تقدموا تكفون يا الربع خلاص بتبتدي جحفلوا يلا كفو كفو تكفون تكفون والله انك كفو هذا من كفو قسم بالله انكم كفو يا كفو قسم بالله انكم كفو وقف على جنب وقف وقف على جنب وقف 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 وجيب ثباتك لا صح ما لا دخل ثباتك وقف وقف على جنب وقف على جنب ابو سلطان وقف على جنب عين 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 حسد 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 عين عين وليد وليد عين 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 ما في هنا ما في ما في هنا عين وليد عين ابو شوي جنب مجحفلك هنا قوه هنا قوه هنا صوتين هنا اساطير حبيبي ما بتعرفنا عين 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 لو سمحتوا الحكم ايوه وش الحكم طيب الحكم خلاص بينفذ انت عارف لب لب بينفذ خلاص بينفذ قاعدين نفذ اي لب شوف وقف فيه على جنب الحين بينفذ خلاص يلا يلا حبيبي والله قلوبكم بيض الله وجهك النون بيض الله وجهك يا عزيزه ومشاعل وعبير وسجايا والغلا وجوج وبلو ولام وغدير الغامدي يعني وش انت بعد انت يعني خلاص احنا دعمنا داعمين كلهم كله كبستوا قال لي حضرتك اركب قدام ولا ورا والله انكم كم يركب قدام ولا ورا وجهكم عبود عين عين ها عين عين الحين ارمش كانك واقف لك عند اشاره اي معليه انا اوريك الدعم كيف احنا هنا الساطين تعال جوله طيب تعال جوله جيت مع عمك تعال جوله ثانيه اسمع لو جيت مع عمك تعال جوله ثانيه خلاص خلاص عبود معنا ندومي وكلت معنا ندومي بس بطنك بيوجعك عقبه خليني اشوف اقوم بالشاي ارتحتوا ارتحتوا سويت قبل الكاميرا ابو فهد اقوم بالشاشه اقوم بالشاشه شلون اقلبها؟ كبشت اضغط على عكسي لا 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 عين بيض الله وجهك استغفر الله تعال جوله ثانيه تعال جوله ثانيه ابو سلطان انا عرفتك تجيب هذه المخالفات ها تعال جوله ثانيه تعال جوله ثانيه يا الله يا ولد تقول مفروض باص ورواتب ابو سلطان طيب كم دير مره خذ لي قهوه والله العظيم كم مده الحكم طيب اقسم بالله على ذا كم مده الحكم كم مده الحكم وش مده الحكم تبي توقفنا مره ثانيه انا استانس على الحكم اسمع انا استانس على الحكم ابو فهد ارحب صراحه كلمه للمتابعين الصوتين هنا والله ونعم والله ونعم بس اسمع انا انت معنا ارحب معنا الحين بلعب جوله انا وياه متى تبي ايوه متى تبي
الحين لا هالمره فزناهم اليوم استحكمك اسمع حرام يمحست عليك اسمع اليوم استحكمك ما بيجي على كيفك تاخذون اعلام وعلى كيفك لا لا يوم ثاني وحط وعد وابشر بالسعد اسمع ها. خلال اليومين هذي بنبث ايه؟ من حسابي انا وابو سلطان قدام تعال قص تعال قدام بس اسمع ما تدعم نفسك لا والذي خلق النعمة خلاص تم قدام خلاص ابو سلطان اليوم ان شاء الله معنا وياك ونبث شوف تالي يا ابو فهد تالي كلكم مرة ولي سوق عبود هنا اساطير يا حبيبي اساطير هنا والله ما نمر حلو تراك تلعب بالنار يا ابو فهد انت تلعب بالنار انتبه لنفسك تلعب بالنار يا رجال انا مالي علاقه ابو قفل ملفك عين بس يا رجال عين قفل ملفي كان ما انت براكب ورا والله بيض الله وجهك اسمع لا لا تكشل لا تكشل تكشل بالله لفي سار شوي خلينا نشوف اللي على المرتبه اليسار اللي على اليمين اللي على اليمين خلينا نشوف اللي على اليمين يا ربي لك الحمد والله ذكرتوني بشيء بس ما بيقوله بالله عليك ذكرتوني بشيء بس ما بيقوله ابو سلطان تقول بالله خلطكم هدي شوي لبوا الله قلوبكم اللي دعمتوا قسما بالله انكم كفو رجال عين قفل ملفك بس لبوا الله قلوبكم نون وعزيزه ومشاعل وعبير وايه وسجايا والغلا وجود ولا قدير يا ماجد هذا بما انك تعتبر بنبث انا وابو سلطان بحسابي ان شاء الله بنزل لكم بحساب بسناب توكي بنبث يوم ان شاء الله وناخذ حقنا ما تعرف والدوسري كلكم الله يبيض وجيهكم ولا يهينكم بس ماجد السلام كيف الوضع عندكم هل انتم مبسوطين والله مبسوطين احنا شو اسمه ايه خلاص انت هلحكم سواقنا اليوم مش فيك انت هلحكم خلاص يا سالم سالم اي يا اخوان ايش طفيت كهرب طبع عندنا والله ايش انت مت ولا ايش لا حبيب راقد الاخو ايش طفيت مروحكم عيب عشان كذا طفى عندكم ايه هذا فهد والله راقد قسم بالله انا راقد يبي يسوق معي بيتحلم في عينه ها فهد شبه مني ولا لا الربع انا والله ودي العب معكم جوله ثالثه بس هذول تجلسون في الشنطه اسمع لا احسك انت اللي بتجلس مو بالله يا رجال يا رجال يلا على العموم بيض الله وجهكم انا لازم نقفل عشان بنمشي بيض الله وجهكم اللي دعمتوا قسم بالله ابو سلطان شوف هده بالحلقه قدام اقسم بالله انكم صراحه انا جوله حماس لابعد الحدود بيض الله وجهكم اللي دعمتوا بيض الله وجهكم اللي حضرتوا بيض الله وجهكم اللي كبستوا وانا نستاذنكم ونودعكم الله التي لا تضيع ودائعه الله يستر عليكم توقعوا من الطريق لبوا على قلوبكم لا تدعمون خلوا لين يجي ماجد لا تدعمون خلوا لين يجي خلوه لين يجي ما عرفتني شف انصحك نصيحه لوجه الله نصيحه يا ماجد ترى لو سويت لو اخذت جوله انا وياك في البيت بخليك تركب فوق الجدار اسمع مناحي ارحب علي الحرام يا عندي احكام الله يعينك عليه احكامك هذه والله نصيحه لوجه الله لا تلعب مع مناحي شوف واحد تلعب معه شوف ترى حتى المتابعين يعرفون احكامي كل ابوهم قاعدين يقول يا ويلي باذن الله انك تقول يا ليتني ما لعبت مع مناحي هنا الساطير اساطير ما تعرفنا ولا لا تعرف الساطين الساطين تعرفهم ولا لا لا ساطين تعرفهم ولا لا ما تعرف تعرفنا مصيرك تعرف يصير خير يصير خير انت حدد الوعد عليك انتظرنا بالبث الجاي يا شيخ علي الحرام لك الرهك بالجاك وشهرك يا شيخ والله الا خليك تحذف الجاك خلي هذا حرمه خليك تحذف الجاك وحذف يا خليك اشفت الجاك وتقول كذا كذا انا اوريك شوف انا يا ماجد احنا ما نقول ان نفعل وشفعنا اليوم وش سوينا فهد قل له الفوز دون قص شناب قل له الفوز دون قص شناب كفو فهد والله اني احبك كفو اسمع يلا الوقت اللي تبي دق علي فيه وانا جاهز جاهزين ابو سلطان متى تبي ابد رتب انا وياك نرتب انا وابو سلطان وتحمل ما يجي بالقوه انت وابو سلطان ضد مناحي الحال
اقسم بالقلب بقلوبكم يا اساطين يا اساطين. تعال اسمع اسمع يا ماجد، جمهورك وجمهور ابو سلطان ضد الساطين. ها ضدهم كلكم، جيب معك اثنين ثلاثة أربعة خمسة جيبهم بعد معك. ترى 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 بننزل بسناباتنا ونوجههم للجرح. جيبهم كلهم، اجمع 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 كل اللي تبونه جيبوه عندي هنا. هنا الساطين الاساطين. هذا هو هذا هو عينه منك يسوي زي كذا. عشان لو انه انت ايش يسوي؟ لا يا حبيبي يا ما يا ماجد توك توك يا ماجد. ابي بالحاله يا مسكت كذا. يصير خير. يلا ودعك والله لا تقضي ودايعه. بيض الله وجهك. الله يستر عليك توقع من الطريق الله يهديك. وانا سافزعتكم وبيض الله وجهكم اللي كبستوا وبيض الله وجهكم اللي حضرتوا وانا عبد الله. بيض الله وجهك اللي خليتني اركب ورا وريح. يستودعكم الله وفم الله. بنوقف الحين. يا حبيبي راكب على خير. لب والله قلوبكم قسما بالله انكم ما قصرتوا وانكم كفيتوا ووفيتوا وجعل ربي يطول اعماركم ولا يهينكم وبيض الله وجيهكم. ودعناكم الله التي لا تضيع ودائع. ترى قبل شوي بحط انهاء وحطيت قطع. لو اني ابي اطلع لو اني ما ابي اطلع كان حطيت قطع. لا شوف تجي لخبطه. ودعناكم الله انا بمسك الخط وباذن الله عادي للرياض باذن الواحد لحد. ارحمك عابس عشان الفوز ولا ايش؟ ودعناكم الله.